اليوم ترجمة لشكل احتجاجي سلمي وحضاري للرد على النزوعات الظلمية، للرد على التضييق على الحريات العامة والجمعية والفردية. نعتقد أن ما وقع في إزقان يعتبر وصمة عار على جبين القضاء وعلى جبين التقدم الحقوقي وما يمكن تسميته هذا التقدم الحقوقي الهش طبعا، يعني لأنه غير محصن بمنظومات شرعية قوية، ولكن حتى المكتسبات أو كذا فما وقع يعني يعتبر تراجع خطير وسابقة سابقة خطيرة والسلوك داخل على المجتمع المغربي. الوقفيات تشتد من بعد يعني ضجيج يعني السند في يعني سند فخيم اللي افتنت ضحية لبعض الأفكار الرجعية التي اللي في النضم سنوات وسنوات، أي اللي حديث تشكى مدونة المرأة النضم في بزاف المسائل أسمتو يشكيد يعني الملموس اللي سوء النهضة يستمر، لأن يحتني الجا يستمر أتي رد يشك ما يقر هو أتي قال سند في الخينات عادي سند سلس من السوق نططي الزكان هكي سقدون سند طموبيل سند هف لس نتي تحرش ين بائع متجول على قول سقدان لي سنة حتفزة نحور ترى التردخ التحرش نص طلب نفس الآن يعني يتمارس في الناس التعسف بالعنف سنة طوال تكليك الزوار تقد من الباعة المتجولين المواطنين اللي دار الأفكار الرجعية لسنيح تسنت جسنت اللي حغرانت الآن كنت يفكو تم كوريستان فائدة بالأمنات اللي سنتيني أريد تحمي التمازير يويتنت الكوميساريا 24 ساعة وريلا تكرر القانون بس الطمز ندوس كنت تكرر الخلال الحياة لسانت الحوايج عاديين نسان حسو قرط الصغير يتفرخي لنا حتى الوان حرف نسان وري لا ما يسحرون وري لا تكرر القانون اللي يسحران النمود مثلا النوعيه اللباس اللي رانز يحل لك المرتبيات حمس نتمازير تاد عرف التنميد للمواطنين راك حيحمل المال الاستاذ ورانس حغايات ثانيا تفرخينات الحكام انت سنستا حمس الشهر يوليوز باي جانب هاد التفرخينات باي جانب وري لا حتى وجهت المغرب حنزرى قضيه تحتكى على لباس فمنزا غير نفسه غصاد أننا لا الفكرات لا للرجعية لا للرجعية لا للرجعية.